قام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد بتفقد المصابين في حادث التفجير الإرهابي الجبان، والذين تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفيات لتلقي العلاج، حيث اطمأنا على سلامتهم ومراحل علاج جميع المصابين وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل. وأكد معاليه أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها لن يرتاح لها بال ولن تألو جهدا حتى تتوصل إلى الجناة ومن يقف وراءهم وملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع جراء ما ارتكبته أيديهم الآثمة من عمل إرهابي خسيس وجبان. عمي قاعدك عليك على والله ما تقول الله يخليك. شلونك؟ الحمد لله بخير. هذه لا تغيرها. خير خير. شلونك عمي؟ الحمد لله. شلونك خير؟ خير. سلامتك ان شاء الله ما وعافية. هذه الورد وهذه يزيدنا تلاحم مع بعض. الحمد لله. ومحبة. فعلا. مو هذين اللي يدخلون بيننا. أقول مو هذين اللي يدخلون بيننا. ويشفيكم ويرحم شهدائنا ان شاء الله. بالتحامنا مع بعض الأمور كذا إن شاء الله راح تكون بخير إن شاء الله. ربنا يسهل عليكم إن شاء الله. أجر عافية إن شاء الله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. أنتوا طيبين إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. تمام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. والله الرأس في أور وفي ألم. الحمد لله. إن شاء الله. إن شاء الله كل حق هالكويت إن شاء الله. يستاهلون هالكويت. يستاهلون. نعم. لحمتنا هذه هي اللي مقويتنا من بعد الله. إيه نعم طال عمره. إن شاء الله. ما راح يروحون. أجر وعافية. إيه عافيه. عافيه. إيه ما عليه. أجر وعافية. طيب إن شاء الله طيب. شنو صافته؟ شلونك حاسس أحسن الحين؟ ما نسمع. أحسن. الحمد لله. دايخ شوي. شوي. نحن نسوي له مشاعر نعطيه مدمية وهذا نسوي مشاعر تأكد ما في خسارة ما في الأشياء الخطرة ما في مركز الحمد لله ما في ما نخليه 24 ساعة 48 ساعة إذا أمورهم طيبة إن شاء الله نروح البيت إن شاء الله زين أجر وعافية ولدي ما تشوف إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام طيب إن شاء الله طيب الله يحفظك طيب الله يحفظكم أجر وعافية الله يسلمك كنتوا أطيبين إن شاء الله الحين رحم الله والديكم إن شاء الله الحمد لله الحمد لله ان شاء الله نعم عليك بالبيت ان شاء الله احنا جنودكم احنا جنود الوطن الشك زايل ووحدتنا الوطنيه هي اللي نراهن عليها نفوت الفرصه على كل من به شر ان شاء الله الله يحفظ هذا البلد ان شاء الله كفو تماما الله يحفظها سبحانه عقب وحدتنا ان شاء الله ومحبتنا لبعض والله وراهم لاخر نفس لا تخافون ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله بارك الله فيكم وعافيه الله يحفظكم ان شاء الله طيب ان شاء الله يخليك اجر وعافيه مشكور شلونك ان شاء الله بخير الحمد لله الله يطول صمت متفرغ بس شلون ايدك الحين احسن ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله. شلون؟ لا زين احسن. الحمد لله الحمد لله. اجر وعافيه ان شاء الله. اجر وعافيه وما تشوف شر ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. الله يخليك مشكورين. مشكورين. شلونك الحين؟ تمام الحمد لله. الله بخير. بخير الحمد لله. اجر وعافيه. الله يعافيك. يا ولدي. شنو اصاباته؟ 19 سنة عمره عنده 18 سنة. كذا انت شلونك الحين احسن تمام الحمد لله واحنا الحمد لله كلنا في دار الكويت ماكو فرق بين شيء وشيء هذا العشم يا ولدي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله ما تشوف شيء طيب ان شاء الله خير بسم الله الرحمن الرحيم انا جاي اطمئن على ابهاتنا واخواننا واولادنا المصابين ولكم الشفاء ان شاء الله العاجل ونترحم على شهدائنا الأبرار وما زيارة سيدنا عمر صاحب السمو بالموقع اليوم بوقت مبكر لدليل واضح على لحمتنا الوطنية وأنا دائما أكرر لحمتنا الوطنية بتكاتفنا مع بعض سوف نطوف الفرص في أي من كان أخوانكم في وزارة الصحة جزاهم الله خير بالأعمال الكبيرة اللي قاموها بإخواننا المرضى وربنا يشفيهم وانتم في وزارة الداخلية غايبين على عملهم على مدار الساعة ولا نسمح بهذه الأمور وراح نفوت الفرصة أيا من كان ربنا يوفق والحمد لله في جمعة مباركة
في بيت الله يحفظ هذا. هل هناك معلومات عن ضبط المشابه فيهم؟ أتكلم الآن لما إن شاء الله تطلع بوسائلنا الأمنية الرسمية. أرجو من إخواني وأخواتي لا ينقلبون إلى أي إشاعات، أي شيء راح نحطهم بالصورة أول يعني.